السيد رئيس مجلس الوزراء اجتمع في العام الماضي زي ما وضح التقرير في 2019 عفوا في تحديده 9 سبتمبر 2019 بوقف وقف يعني استيراد التوك توك وتصنيعه. انا بقول هو استيراده وتصنيعه وليس ترخيصه. بمعنى ان كل المصانع اللي هي بتكون بتجميع التوك توك السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي اجتمع بيهم وقال لهم مكان التوك توك هنعمل سيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي زي ما وضح التقرير اللي هي بتستقل من 6 لـ7 أفراد بعكس التوك توك اللي هو بيستقل 2 فرد فقط لا غير بجانب السائق اللي هو التالي. ده القرار اللي هو الاخير اخر حاجه الأخير. فيما يخص هذا كان تحديدا في 9 سبتمبر في عام 2019. طب هايل، ده حلو قوي، ده احدث قرار في مجال التوك توك. لكن حضرتك لما ذكرت انه محافظه القاهره علشان هي العاصمه وبتمنع ترخيص التوك توك لان اصلا هو ممنوع يمشي فيها، ورغم كده لا هو ماشي في شوارع القاهره بالظبط يعني. كده لان اصلا دلوقتي بودي دي المشكله اللي عايزين نوضحها لحضرتك. في عام 2013 باسم مجلس الوزراء في ذلك الوقت الباشمهندس حازم الببلاوي كان اصدر قرار بوقف ترخيص التوك توك والدراجه الناريه لمده عام. ترخيص بس ولا ترخيص وتصنيع ايضا؟ لا ترخيص. فطبعا كانت المحلات فيها تكاتك والمخازن فيها تكاتك. صحيح، وعايزين يبيعوها. بالظبط. كانوا بيبيعوا هذه التكاتك، وكذلك بالنسبه للدراجات الناريه كان ما يجي راجل مرور يوقفه يقول له فين الرخصه؟ ما رخصتش ليه؟ يقول له ترخيص واقف، رخص لي وانا مستعد اني ادفع. لما حصل طبعا القياده السياسيه الحكيمه لما شرفتنا في الحكم في 7/6/2014 سيادته بعديها ب 45 يوم اصدر القرار الجمهوري اللي هو القانون رقم 59 لسنه 2014 بترخيص التوك توك والدراجة النارية. عدم ترخيص التوك توك زي ما وضحت سلفا بيخسر الدولة 3 مليار جنيه سنويا. طبعا التكاتك بتشتري، فطبعا هو بيمشي دلوقتي بطريقة عشوائية لان ملوش، مفيش حد بيحاسبه لان هو ملوش لوحات معدنية، معهوش رخصة. فعشان كده الدولة ابتدت تقنن هذا الموضوع. اللي عنده توك توك او مالك توك توك اتفضل رخص في المحافظة اللي هي مسموح بيها. طيب ايه العقوبات اللي هتقع على مالك التوك توك المتعنت في ترخيص او مش عايز يرخص؟ تمام. في حال ضبط التوك توك غير مرخص في الشوارع الرئيسية او الفرعية او كافة المناطق اللي غير مسموح فيها بسير التوك توك هيعاقب بغرامة مالية 1500 جنيه. وفي حال ضبطه مرة تانية ستضاعف المخالفة الى 3000 جنيه. طب في حالة ضبط اتفضل. وفي حالة ضبطه مرة ثالثة والأخيرة هيتم سحب التوك توك منه نهائيا. طيب في حالة ضبط بقى أطفال صغيرين قوي كده زي اللي احنا شفناهم في التقرير بيسوق التوك توك دي بيبقى ايه عقوبتها؟ في عقوبتها في هذه الحالة بيجيب ولي أمر هذا الطفل وبيتخذ عليه تعهد بأنه هو ما يخليش ابنه يسوق التوك توك. طب لو ابنه ساق التوك توك تاني في الحالة ديت والده هو اللي بيتعرض للعقوبه وعوده على النيابه المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضده. طيب يعني دلوقتي الوضع الحالي فيما يخص التوك توك من قبل الدوله ان هي منعت استيراده، منعت تصنيعه، وفي نفس الوقت عشان تدخل البديل بتاعه اللي هو الميني فان بالغاز الطبيعي. بالغاز الطبيعي، وفي نفس الوقت بتقول اللي عنده توك توك الى الان ما رخصوش يرخصه حتى لو كان في محافظه القاهره. لو في محافظه القاهره مش هيرخص، لكن هو لو بطاقته على اي محافظه تانية غير القاهره اهلا وسهلا بيه. طب واللي قاعدين في محافظه القاهره اوريدي عندهم تكاتك هيكون وضعهم؟ لا، بالنسبه لدول بقى هنحولهم لميني فان اللي هو مقيم في القاهره واقامته في القاهره وعايز يشتغل في القاهره هناخد منه التوك توك وهنسلمه سياره ميني فان، ودي تعليمات اللي هي مسموح بيها تمشي في العاصمه. تمشي بيها في العاصمه. الميني فان دي عباره عن سياره مجهزه تعمل بالغاز بس في فرق التكلفه. يعني انا دلوقتي لو سواقته هيكون بالاصح. حضرتك بص عشان يعني المشاهد يبقى يكون معانا وعشان اريحك، التاكسي الابيض واسود بقى التاكسي ايه؟ الابيض. أيوة. هو ده نفس اللي هيحصل معاك، نفس الفكره وعلى اقساط لمده 10 سنوات. هايل. يعني هتاخد بالقسط وفايده كام؟ 3%.